كنت بتكلم في نقطة يا كابتن حسن، انه المنتصر في هذا اللقاء هو النادي المصري، وانه كابتن حسام حسن على استراتيجيته وما فيها هو اللي استطاع انه يفرض ده على كابتن ايهاب جلال وعلى فرقة نادي الزمالك. نجاح يعتبر لكابتن حسام حسن طبعا، احنا دايما دايما بنقول كان نجاح للكابتن حسام حسن، لان هو من ناحية فكره هو فرض سيطرته، حتى لو كان فكره دفاعي لا، هو الراجل بيفكر ازاي ممكن يكسب، وكان النهاردة برضه هو لعب على هذا الأساس، إن هو هيخطف جون وبعد كده لعيبة الزمالك ما تقدرش تخش حتى جوه ال 18، وده اللي حصل، ده اللي حصل من أول دقيقة، إن هو بيلعب بشكل دفاعي بحت، وبالتالي ما فيش إلا أحمد جمعة اللي قدام. أول ما جاب الجون نفس الوضع اللي هو كان بدأ بيه هو استمر عليه، إن ما يبقاش لعيبة الزمالك عندهم مساحات يتحركوا فيها، ده بجانب إيه؟ إن لعيبة الزمالك نفسها ما بتتحركش، يعني ما بتتحركش ولا مساحات ولا أي حاجة اللي إحنا شفناها، زي اللي إحنا شفناه وبتكلم عليه واللي عاوزين نبطله، ها؟ زي أول ماتش لعبوا مع الكابتن إيهاب جلال كانوا بيلعبوا باسنج جيم، وقلنا كويس ده الطريقة والشغل كله بقى عالي العالي، ليه بيلعبوا كورة؟ لكن بعد كده لقينا ريما رجعت لعادتها القديمه، وبقى كله لونج باص من محمود علي، من الشناوي، من محمود علي، من الشناوي، طارق حامد، دونجا اخر حاجه برضه نفس الكلام. ده اجبار يعني فرقه المصري، ده اجبار ان المصري اجبروهم على كده. ما انت النهارده بتيجي تقول ايه؟ انا بقول للعيبتي احنا عاوزين نفرض طريقه لعب على المنافس. طب ايه هي طريقه اللعب ان انا افرضها على منافس؟ ان انا قفلت وعاوز منه اخر يلعب لونج باص، واللونج باص وفي واحد بس نانا بوكو في وسط كام واحد؟ اكتر من ثلاثه ولا اربعه، مش هنقول ثلاثه ولا اربعه لكن اثنين، والباقيين مستنيين مين ياخد الكوره؟ يا نانا بوكو ياخدها، يا سترد باك بتاع المصري ياخدها، وبالتالي هتبقى نازله لمين؟ نازله للعيبه المصري. فمفيش حتى سكند بول هنا المصري، لا مفيش سكند بول، مش هيقدروا يعملوا سكند بول.